يعني نسا؟ نعم. لا لا مش انت. ايوه. يا ترى حضرتك بتشتغلي معانا هنا في المجموعه؟ ايوه في اداره المصانع. مديره اداره المصانع؟ ياه مره واحده. ميرسي قوي لذوق حضرتك. لا ذوقي ده ايه؟ ده انت اللي كلك ذوق. ميرسي يا فندم. تليفونك كام؟ حضرتك محتاجه؟ بصراحة محتاجه قوي. كده يا بابا تقلقني عليك القلق ده كله. والله لو عملت فيا كده تاني هجيب شنطة هدومي واجي اقعد معاك. يا بنت منطقية. انت مش عندك جوزك لازم تقعدي معاه وتراعيه؟ والله انا ما عنديش اغلى منك يا بابا ولا حتى جوزي. اه يا عم صدقه والله بجد لما تزيحة بتموت فيك واي حاجة تزعلك قد كده اهو بتبقى مش عارفة تعمل ايه، بتبقى تتجنن كده. سبحان الله. شوفي يا حاج عبد الله، البنت سلوى دي حيالله مرات ابني، يعني مش من صلبي لكن غاليه عندي زي مديحه بالظبط. ما انت كل اللي بيعرفوك بيحبوك يا حاج ابراهيم. راجل يا عجوز انت بتقول كده عشان انت حبيبي بس. على فكره يا بابا ماجد وثابت كانوا عايزين يجوا يطمنوا عليك بس انا قلت لهم بلاش دلوقتي. دي حياه فعلا يا عم. طيب انا هصدقك ولو ان عارف عيالي ما يعملوش كده ابدا. ايه ده؟ ايه؟ ايه يا ماجد ده؟ ايه يا ابني في ايه؟ شفت حتة موزة النهاردة؟ مش عارف ما شفتهاش ازاي قبل كده. انت لسه كل ده ما بطلتش؟ بص يا ماجد الموضوع ده في دمي عمره ما هيتغير، عمري ما هشبع منهم ابدا. براحتك. اه صحيح انت كنت قلت لي انك عايزني وانا كمان عايزك. انا عايز اقول لك خلاص طالما بابا مش موجود يبقى صبري وسليم يحصلوا. وماله عندك حق، وانا برضو عايز اقول لك انك لما تحب تقعد مكان بابا المفروض تستاذني. احنا قلنا هنمشي الشغل مع بعض ولو انت معترض نفركش ده كله. لا انا مش معترض بس يعني كان المفروض تقول لي، واذا كان على الاداره يا عم يا ريت تبقى انت المسؤول. بيني وبينك لا انا ولا انت ننفع، مش هينفع نقعد هنا طول الوقت هنتخنق، لازم حد يفضل قاعد هنا ما يتعتعش، وانا وانت مش هنقدر نعمل كده. فعلا انا عن نفسي عايز ابقى موجود وقت ما احب. وانا نفسي اعمل كده بس ما تقلقش سمير سدد مكاننا كويس. بس انت واثق في سمير؟ مأمن له يعني؟ احنا مأمنين على اختنا، مش هنأمن له على مجموعة وقدرتها؟ صح. انا هروح دلوقتي استاذ رفعت يعمل قرار فصل صبري وسليم. بعد اذنك يا باشا. اتفضل. هذا العلم والتنفيذ وعلى جميع الإدارات العمل بهذا القرار في ساعته وتاريخه. هاي لما جد بيه؟ لا ولسه واحدة واحدة هنطير كل العوائق اللي بابا كان زارعها في المجموعة ونطور أسلوب الإدارة ونخليها أحسن إدارة، بس ربنا يقوينا. آه بالطريقة دي إن شاء الله الشغل هيتطور بطريقة ما حصلتش قبل كده. رفعت أديني بلف على جميع الإدارات مش سايب حاجة ومش لازق في مكتب، المهم بقى يبان في الإنتاج. هيبان وبكرة تقول رفعت قال. اكتب يا حميد يعتمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ماجد الطيب، اطبعوا وببلغهم بمضمون القرار. أولا أهنيك على ذوقك وذوق المدام، الحقيقة الفيلا اللي اخترتوها من أفضل النماذج عندي. أهم حاجة الملاحظات اللي اتفقنا عليها تخلص بسرعة عشان احنا قاعدين في شقه صغيره 200 متر مش عارفين ناخد فيها نفسنا. الاسبوع الجاي تسلموا الفيلا وكل حاجه فيها خلصت وعلى اعلى مستوى. المشكله بقى في اللي زي حالاتي مش واخد على العيشه في شقه، انا حتى مش عارف ازاي اتعود على الفيلا الصغيره بتاعتنا دي. واضح ان حضرتك كنت عايش في فيلا كبيره. اكيد حضرتك خدت بالك منها، فيلا الطيب. طبعا عارفها، هي دي فيلا، دي قصر وحواليها تقريبا 25 فدان واحنا بنتنشا على فدان واحد منهم. والله لو عندك مشروع الارض موجوده والفيلا كمان موجوده. معقوله؟ اه يعني كل واحد فينا خد له فيلا صغيره كده عشان الخصوصيه، فما بقاش حد عايش هناك تقريبا. لو حضرتك جاد في ده اضمن لك صفقه تطلب فيها اللي انت عايزه. ياه للدرجه دي؟ عندي فندق عالمي عايز يفتح في مصر، ودراسات اللي عملوها علشان يلاقوا مكان للفندق رشحت لهم مواقع اقل بكتير من موقع الفيلا بتاعتكم، كمان مش لاقيين المساحه اللي هم طالبينها. هم عايزين ارض قد ايه؟ اظن حاجه كده ما تقلش على 10 فدادين. طب هايل، احنا كده ممكن نديهم جزء من الجنينه. بالعكس دي تتحول كلها للفندق.
طب وليه لأ؟ دي حاجة عظيمة جدا. سامي بيت درمالي. خليه يتفضل. اتفضل سامي. اهلا اهلا يا عم. ازيك يا ماجد؟ ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه يا حبيبي؟ ازيك يا تمام؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. دي صورة من قرار النقل اللي حضرتك كنت طالبها. تسلم لي يا حبيبي. أنا قلت بقى طالما إن الأمور رجعت لطبيعتها في المجموعة فيبقى أكيد أنا كمان رجعت لوظيفتي، ولا إيه رأيك يا ماجد؟ طبعا يا عم، عشان كده أنا كلمت طنط وقلتها تقول لحضرتك إن تيجي فورا. على كده بقى أنا أقدر أستلم مكتبي من النهاردة؟ من دلوقتي لو عايز، إحنا مش عايزين نضيع ولا ثانية. فعلا إحنا مش عايزين نضيع الوقت، وعشان كده أنا هستأذنك وأروح على مكتبي. اتفضل يا سامي بيه. حميد أمر يا باشا. تفضل مع سامي بيه وتتأكد إن كل حاجة ماشية تمام. تمام. صبري وسليم استلموا قرار النقل؟ صبري وسليم ما جوش اصلا، الظاهر حد بلغهم بالقرار قبل ما يجوا. هما ليهم اعوان هنا؟ اكيد طبعا. عايزك تعرفهم لي واحد واحد عشان يحصلوا. من عينيا، عن اذن حضرتك. تسلم لي عينيك. خلال دقيقه افتح الميل بتاعك هتلاقي كل الداتا اللي انا كلمتك عنها وصلت. تمام، وانا استنى الايميل بتاعك بعد ما تخلص. ماشي يا فندم. مرسي جدا. باي باي. ألف مبروك يا سيادة مدير الحسابات الجديد. مجهودة. حبيبي. مبروك يا باشا. الله يبارك فيك يا حبيبي. بجد أنا عاوز أشكرك لأن من غيرك ما كانش كل ده يحصل. يا سمير أنت شاطر جدا. ولولا إنك عرفت تستوعب حسابات المجموعة ما كنتش هتستحق اللي أنت تقعد على الكرسي ده. برضه ده بفضل مساعدتك ليا. مرسي بجد يا مجد. قول لي بقى. تحب تشرب ايه؟ اشرب ايه؟ ما انت عارف المجموعه ما فيهاش غير شاي وقهوه، وانا ما بشربش شاي بقهوه. طب تحب تشرب اسبريسو؟ اسبريسو؟ ايوه اسبريسو. اسبريسو في المجموعه؟ شفت بقى؟ ادخل. وزي ما انت شايف الخدمه هنا عندنا بقت 5 ستارز، اللي انت عاوزه هتلاقيه. ماشي، لو كده بقى واحد كابتشينو. اوكي. طب خليهم 2 كابتشينو. اوكي. دي طبعا من انجازاتها مسامي. ها طبعا يا سيدي. لا ده شيء عظيم. يلا شد حيلك بقى وريني همتك. تحت امرك. بس ايه المطلوب بقى؟ مطلوب يا سمير اللي احنا نحس بتغيير وانت عايش في المجموعه وحياتنا. عايزين نعيش بقى. ماشي يا ماجد، بس دي مش شغلتي، انا راجل بتاع حسابات. انت كده عاوز واحد بتاع تخطيط. عيب يا معلم، مفيش حد بيعرف يخطط زيي. اسيبك بقى عشان ثابت عايزني في المكتب. طب استنى اشرب كابتشينو. بشربه انت. ايه ده يا معلم؟ ده مشروع هيدخل للمجموعة 100 مليون جنيه. 100 مليون؟ طبعا. طب المشروع ده هيحل لنا مشاكلنا في البيت وفي الشغل وفي حياتنا كلها. المشروع ده لازم يتعمل فورا. وبرضه بابا هيرفض فورا. لا معلش، المرة دي بقى مش من حقه. ليه بقى؟ هيقعد بقى يقول لك التاريخ والذكريات. ما انت عارف بابا يا ماجد. يا عم ثابت، التاريخ والذكريات دولت نتمسك بيهم لما يكون معروض عليها 2 3، انما لما يكون معروض عليها 100 مليون ما حدش يجيب لي سيره التاريخ والذكريات. بس هنعمل ايه لو ابوك اتمسك؟ نعمل تصويت. وانا وانت زي بعض بالظبط، صوت واحد. وسمير زينا، بس مديحه مش زينا. بس احنا النسبه الاكبر. طب هو احنا ليه نسأله اصلا؟ لانه عايش في الفيلا. بس تفتكر يا ماجد احنا هنقدر نقف قدام بابا تاني؟ تالت وعاشر، ده شغل مش عواطف يا ثابت بيه. ده بيزنس، وبيزنس كبير قوي. انا مش عارف بس ازاي نضيعه عشان شوية ذكريات مهما كانت مهمة. بالعكس، ده احنا لما نبيع البيت ونحل كل مشاكلنا من ورا فلوس البيت ده، ذكرياتنا على البيت تبقى احلى واجمل بكتير، وهنفضل فاكرينه طول عمرنا. صحيح، بس اللي يفهم. يعني حضرتك طلعت نفس الشيك بقيمة 250,000 جنيه لسداد نفس الدين مرتين، صح؟ رد عليا يا رفعت، ده احنا لسه في أول سؤال. ده أنا عندي ليك مجموعة أسئلة لو جمعناهم على بعض هيطلعوا 5 مليون جنيه. فمش منطقي إنك تعطل مني في أول سؤال. عندك رد يا رفعت؟
ايه الكلام اللي بتقوله ده يا سمير بيه؟ انا كنت فاكر انك انت واثق فيا ومتجيبني قدامك بالشكل ده وتتهمني اتهامات ساذجه. انا اللي ساذج مش كده؟ انا عمري ما تصورت ابدا انك انت تكون انسان ساذج، بالعكس ده انت اقرب واحد ليا في الناس اللي موجوده. ما انت قلتها اهو. ما هو ما ينفعش تجيبني قدامك وتتهمني اتهامات بالشكل زي كده يا سمير بيه. اللي زي ما بيغلطوش ونغلطه عندهم من الكفاءة اللي تخليهم تمام التمام، ومحدش يقدر يقول لهم تلت التلاتة كام. ده حقيقي؟ ماشي يا رفعت. طب بالنسبة للأسئلة اللي سألتها لك والمخالفات يا رفعت بيه، ده في أوقات بتوصل لأسبوع ما بين تحويل المبالغ لصالح المجموعة ودخول نفس المبالغ في حساب المجموعة. طب الأوقات دي الفلوس فيها بتروح فين؟ أوقات كبيرة، مبالغ كبيرة يا سمير بيه. ده تقصير وروتين زايد ونظام حكومي عقيم. طب الحل يا رفعت؟ أنا تحت أمرك، بس هقولك على حاجة. أنا أقدر أقدم دلوقتي استقالتي علشان شغلي مش عاجب حضراتكم. لا لا لا، استقالتي يا رفعت كلها بنغلط، ايه اللي فيها؟ انا مش عاوزك تمشي، انا عامل معاك اتفاق جنتلمان وانا واثق ان احنا نبقى صحاب قوي، بس اهم حاجه في الاتفاق ان انت ما تخلفوش. اقعد يا رفعت. شوف يا رفعت بيه، انا مش فاهمه ازاي تفكروا في حاجه زي دي. مش مكفيكوا المصايب اللي انتوا عملتوها فيه؟ يا مديحة، بيع الفيلا ده يدخل لنا فلوس كتير قوي احنا محتاجينها. فلوس ايه؟ هو انتوا خلاص ما بقيتوش تتكلموا غير في الفلوس؟ هتبيعوا راحة بابا بالفلوس؟ انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ الكلام عادل يا مديحة، احنا اخواتك الكبار. كويس انك لسه فاكر اننا اخوات. شفت؟ مش قلتلك ان زيها زي بابا؟ هتقعد ترغي في كلام ملوش لازمة؟ انت بالذات ما تتكلمش عن بابا خالص. يلا بينا يا ماجد. يلا بينا فين؟ مش مفروض تيجي معانا؟ انا مش هروح في حته، انا مش هاجي معاكم، انا مش موافقه على كل اللي انتوا بتعملوه ده. حرام عليكم، بابا مش هيستحمل كل ده. يعني هتجيبوا لي شقه محندقه على قدي؟ طب والله فيكم الخير. وامتى بقى هتحجروا عليا وتدخلوني مستشفى المجانين؟ بابا انت ليه بتقول كده؟ هدي الخطوه اللي جايه. حضرتك عارف المشروع اللي بترفضه ده هيدخل لنا كام؟ وحضرتك عارف البيت اللي انت عاوز تبيعه ده يساوي ايه؟ عارف طبعا، بس حضرتك عارف ان الدنيا مصالح، وبتهيألي يعني المصالح دي احنا لينا حق فيها ولا ايه؟ كان نفسي يا ابني تعرف ان الحقوق ليها حدود، وكان نفسي انتوا الاتنين تتعلموا مني اي حاجة عن حقوق الناس اللي حوالينا. لو سمحت يا بابا ما تدخلش الحاجات في بعضها، ده ورث واحنا الاربعة ورثة، وفي قانون في البلد، والقانون ده بقى معمول علشان الناس تاخد حقوقها، مش المفروض يعني ان في حد يقدر يخالف شرع الله. عندك حق، اول مره تسمعني كلام صح. اللي يخالف شرع الله يستاهل كل اللي يجرى له. زي كده اقعد اتفرج على املاكي وهي بتتوزع وما اقدرش افتح بوقي. والله اللي احنا عارفينه ان ده ميراثنا من امنا. امكم الله يرحمها، هو انتوا فاكرين ان امكم ورثت الحاجات دي عن ابوها؟ بابا ممكن تقول لي انت ليه كتبت لماما الله يرحمها كل ثروتك وانت داخل العمليه؟ خوف عليها او كره لينا. كره ليكم؟ هي الفلوس لما تبقى مع امكم يبقى كره ليكم؟ الله عليك، لما تبقى واخد منها موقف طول حياتك يبقى انا مش شايف اي سبب للي بيحصل ده غير ان حضرتك بتكرهنا وعايز تتعبنا. يعني انتوا مقتنعين ان انا بكرهكم؟ والله يا ابني يا ريت اقدر اعمل كده. والنبي بابا سيبك من الكلام العاطفي ده. طيب انا هقول لكم الخلاصه يا اولادي يا حبايبي، عشان من هنا ورايح مش عايز اشوف وشكم انتوا الاثنين. بقول لحضرتك الحاج قاعد والعيال عايزين يبيعوا الفيلا. طيب يا ام حسن، انا هاخد تاكسي واجي بسرعه، اقفلي
وربنا يستر. لو حطينا البيت على جنب وحسبنا قيمة المصانع والشركات بتاعة المجموعة هيطلعوا حوالي 500 مليون جنيه. أنا ليا فيهم الربع، يعني حوالي 125 مليون. أنا عاوز 100 مليون بس، اللي هم قيمة البيت ده بالأرض اللي حواليه. يعني إيه؟ يعني أنا هاخد البيت ده حقي في ورث أمكم. طب بالمرة يا بابا، في حاجة كده عايز أعرف يعني موضوعها إيه؟ أنا اللي أعرفه إن ماما عندها صيغة ومجوهرات كتيرة جدا، الحاجات دي راحت فين وموضوعها إيه بالظبط؟ الحاجات دي من حق أختك بس، دي وصية أمك. إزاي يا بابا؟ كلمة تانية هضربك بالجزمة. وأنت روح شوف المحامي بتاعك وجهز العقود ومضي إخواتك. يلا خلينا نخلص. بابا، هو احنا ما ينفعش نعمل كل ده من غير ما تبقى زعلان مننا؟ لما المحامي يجهز العقود تبعتهم معاه، انا مش عايز اشوف وشكم. مع السلامه. ده ديل كويس قوي. يلا بينا بقى لما يرجع في كلامه. يلا. ازيك يا ماجد؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله، وصلنا اتفاق كويس قوي مع بابا. ما كناش اساسا نتخيل اللي هو ممكن يقف على ده. اللي هو ايه بقى الاتفاق ده؟ اللي هو حضرتك ان بابا هيخرج من ميراث كله، مش هيبقى ليه علاقه ولا بالمجموعه ولا باي حاجه. يعني ايه؟ حتى حقه في الورث مش هياخده؟ لا طبعا يا مديح هياخده. ما تخافيش على بابا قوي كده، ابوكي ده راجل بتاع بيزنس، بيعرف يدبر اموره كويس وياخد حقه من عين الجن. بابا هياخد الفيلا دي كلها وكده يبقى حقه وصل له. فيلة ايه؟ اذا كانت الفيلا دي اصلا بيته ده يسوي فلوس كتيره قوي يا مديحه، وهو لو مش عارف كده ما كانش هياخده. يلا 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 يا جماعه، ما كفايه كده قوي. انت كمان زعلان؟ انا مش فاهمه انت زعلان من ايه. من كل اللي احنا فيها يا مديحه. يلا خلاص بقى، ما بقاش ينفع الكلام. بابا منشف دماغه ومفيش حل تاني. لا في حل تاني، ممكن تصلحوا كل اللي انتوا عملتوه. ما بقاش يجي منه. انا مش عارف الحاج ابراهيم هيفضل متحملهم كده لحد امتى. كل ما قضى خلاص اتعدلوا يرجع يعملوا تاني حركاتهم السخيفه دي. انا متضايقه قوي عشان رأفت ده، انت لو شفته هيصعب عليك. ربنا يكون في عونه، اهو ده فعلا الاب اللي تربيته وتعبه كله راحوا على فشوش. عندك حق، خلينا فيك دلوقتي. مش ناوي بقى ولا ايه؟ على ايه يا رحمه؟ الجواز طبعا، ولا هتقعد ترازي فينا كده طول الوقت؟ والله يا رحمه الموضوع ده خلاص ما بقاش بيجي على دماغي اصلا. ازاي يعني؟ زي ما بقولك، انا شلت موضوع الجواز ده من تفكيري خالص. ما ينفعش يا رأفت، لازم يبقى عندك بيت وزوجة وولاد، ولا انت مش قادر تنسى مديحة؟ هو الحقيقة فعلا لسه ما نسيتهاش يا رحمة، ومش قادر اشوف حد غيرها، فخلاص بقى مش هخصب نفسي يعني على حاجة. طب ايه رأيك في مروة؟ بنت جدعة ومتربية وعارفين اخلاقها، والاهم من ده كله انها دكتورة زيك، يعني هتبقوا متفاهمين. وكفاية يا سيدي انها بنت خالتنا، ويبقى زيتنا في دقن. تش مؤمنة بالحب ولا يا رحمة؟ أنا مش حاسس إن أنا هقدر أحب مروة، يعني مش شايفها أكتر من أختي. يا حبيبي الحب بيجي بعد الجواز، يعني مع العشرة والمعاملة. أنا واثقة إنك هتحبها. بقولك إيه، فكر في الموضوع براحتك، أنا هروح المشغل أشوف البنات بيعملوا إيه، ولما أرجع يا رب تكون خدت قرارك. أنا قلت خلاص، حطينا المجموعة في جيبنا، وعيلة الحاج ما بتفهمش أي حاجة في شغلنا، وبين يوم وليلة يطلع لنا عفريت العلبة كده ينطنا. الله يا رفعت بيه، ده أنت طول عمرك لا بتقرأ لا من صبري ولا من سليم، وكنت بتقول دايما ما بيفهموش ولا حاجة. يعني إيه؟ الواد ابن امبارح اللي ما يعرفش أي حاجة عن شغلنا هو اللي هيحبس دمنا؟ هو ده اللي حصل. الله، إزاي يعني؟ مسك عليا تحويل حسابات الشركة على الحساب الخاص، وعرف إن أنا بعمل ده مرة كل شهر. يعني ايه؟ مش هنستخدم الحساب ده تاني؟
انا ما اعرفش هو عايز يعمل معايا ايه. وانت هتعمل ايه يا رفعت بيه؟ انا لحد دلوقتي قعدني قدامه زي التلميذ الخايب ومستني هو هيعمل معايا ايه. الله، دلوقتي بقى زمانه يبلغ ماجد وثابت وكل اللي بينناه طول عمرنا اتهدف لحظة. يا ابني بطل خيابة، هو ما بيفكرش زينا كده، هو قاعد بيركز في شغله بس، والورق قدامه والمستندات وعمال يقلب فيها، طبعا هيدور على حاجة جديدة. الله، طب هنعمل ايه؟ انا دلوقتي انا اللي جايبكم عشان كده، احنا عايزين نهدى شوية ونفكر، احنا مش عايزينه يعلم علينا، احنا اللي نعلم عليه. على فكرة يا بابا، سمير كان رأيه من رأيي. طبعا يا عمو. طيب يا ولاد انا هطلع فوق بقى وانتوا روحوا. طب هطلع اوصلك يا بابا. طيب تصبح على خير يا سمير. وانت من اهله. بابا، هو انت لسه برضو شايف ان سمير ما ينفعنيش؟ والله دي حاجة في علم الغيب يا بنتي، انت عارفة طبعا ان انا اتمنى لك السعادة من كل قلبي، وعارفة كمان اني لو بختار مش هختار. للدرجة دي انت ما بتغيرش رأيك في حد ابدا؟ يا حبيبتي انا رأيي تعبكم في ايه بس؟ دي حاجات عدت خلاص. ربنا يهنيك يا بنتي ويسعدك، تصبحي على خير. انت من اهله حبيبي. شغل السرفله محتاج دقه اكتر من كده. حاضر يا مدام. اظبطي ايديكي. ها الحاجات اللي هتتقفل اوفر كلها خلوها في الاخر خالص، وعايزه تقفيل الحته يكون مظبوط. بس احنا عندنا مقطعيه محددها لنا مدام محاسن، واللي مش هتعمل المقطعيه بتاعتها هيتخصم من اليوميه دي. لا يا حبيبتي بالعكس، ده اللي هتعمل مقطعيه صح هعمل لها مكافاه، انا مش عايزه كروته في الشغل. حاضر يا مدام. ايه الاخبار؟ كويسين؟ وانت يا محاسن اتجوزتي ولا لسه؟ لسه يا مدام. يا رب بقى يا اختي اتجوزي وخلصينا من همك بلا وجع قلب. مش عارفه كان ممكن اعمل ايه من غيرك يا حبيبي. ما كانش ينفع تكوني من غيري ولا كان ينفع اكون من غيرك. احنا اتخرقنا عشان بعض يا حبيبتي. عمري ما تخيلت ان انا ممكن احب راجل الحب ده كله. وانا عمري بجد ما تخيلت ان في واحده في الدنيا ممكن تشقلب كياني زيك او تعمل اللي انت بتعمليه علشاني. بس انا ما بعملش حاجه. متهيألك. عارفه انا بقيت حاسس بجد ان انا مربوط بيكي، ما اقدرش اتخيل ان انا ابعد عنك لحظه واحده. انا كمان ما اقدرش استغنى عنك. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. اه صحيح، ماجد وثابت كان عاوزينك تروح الشركه عشان تمدي حبه ورق مهم هناك. ما تمديهم انت، انا مش عايزه اروح في حته ومش عايزه اشوفهم اصلا. يا حبيبتي ما ينفعش امديهم انا، ولا ينفع حتى اجيب لك الاوراق هنا تمديهم. ده ورق مهم لازم كل الشركاء يمدوه بنفسهم، وعلى الاقل حد معاه توكيل هو اللي يمديه. بيتي ولا ايه؟ هو بيتك فعلا يا ثابت، وانا قاعده هنا علشان الاولاد، وشرط الاساس ان انت ما تكونش موجود في البيت ده. ولو صممت يعني وعايز تبقى موجود في البيت مفيش مشكله بالنسبه لي، انا همشي من دلوقتي. ده ايه الغل ده؟ بس يا ريت تنفذ لي طلبي اللي طلبته منك. سلوى،
انا جايه بات هنا. يبقى انا مش هبات هنا يا ثابت. براحتك. من فضلك انا هطلع اجيب الاولاد، مش عايزاهم يشوفوك واحنا ماشيين. انت فعلا هتمشي؟ الموضوع ده مفهوش هزار. انت اتجننتي؟ انا قلت لك اللي فيها. طب قولي لي عايزه ايه وانا اعملهولك. تطلقني يا ثابت، وانا والله العظيم مش هقول لولادك اي كلمه وحشه عنك. مش هطلق. احنا مش كان في بينا اتفاق؟ فاكره ولا نسيه؟ نسيه ومش عايزه افتكر. انت ايه يا اخي؟ انت مش اتجوزت؟ يبقى انا من حقنا كمان اطلق واشوف حياتي بعيد عنك. حياتك؟ طب مش هطلق. طب خليك عارف يا ثابت ان ولادك هيطلعوا بيكرهوك كره العمى، مش زي كرهك لابوك. لا، كره اصعب من كده بكتير قوي، كره ملوش اول من اخر. ياه، للدرجات دي كرهتي؟ واكتر. بس انا بحبك يا اخي. ده انت ما حبيتش اللي خلفوك، هتحبني انا؟ يلا كل واحد على مكتبه. أهلا يا ماجد. إيه اللي بيحصل ده؟ لا ده مجرد تدريب بسيط عشان التعامل مع العملاء يعني. تدريب إيه؟ ده ضحك مايع قوي. لا ما أنا لسه هظبط المواضيع أكتر من كده عشان الجماعة بتوع الاستقبال يبقوا يعني واجهة حسنة مفرحة كده في وش العملاء الشركة. يا عم اللي بيحصل ده ما يصحش. ما صحش إيه بس يا ماجد؟ كل اللي بيحصل ده غلط. يا ماجد ده عشان واجهة الشركة. الشركة دي ليها اسمها ومنتجاتها مالية السوق، مش كوافير. كوافير؟ هي حصلت؟ اهلا وسهلا يا مديحه هانم. أهلاً. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. اتفضلي. اتفضل. شكرا. قبل ما اخلص حضرتك التوكيل كان في حاجات كده عايز اعرفها لحضرتك. اتفضل. ليه حضرتك ما تعمليش توكيل رسمي وعام برضه بس لا يجوز استخدامه لا في البيع ولا في الشراء؟ بص حضرتك انا عامله التوكيل ده لجوزي، يعني عايزه بالتوكيل ده يبقى عنده نفس الصلاحيات بتاعتي بالظبط. عموما هو ده اللي انا كنت حضرتك عايزك تعرفيه، ان في الحاله دي الزوج يقدر يتصرف في كل ممتلكاتك من غير ما يرجع لك. انا فاهمه وهو ده اللي انا عايزه اعمله. انا مش فاهمه مالها هاله، انسانه محترمه وبنت عيله وجدعه، والاهم من ده كله انها هتقدر شغلك ومشاكلك. يا رحمه ما انا اكيد عارف كل اللي بتقوليه ده، تنسي ان انا اعرفها من زمان ولا ايه؟ طيب امال ايه بقى؟ يا رحمه الانسان اللي هتجوزها دي لازم اكون بحبها، بعدين هالة بالنسبة لي مش أكتر من زميلة. أنت يا دكتور بتتكلم عن الحب؟ أنا كنت فاكراك إنك عملي وعايز تتجوز واحدة لمجرد إن أخلاقها عالية. أمال إزاي كنت هتتجوز مديحة؟ آه ده أنت كنت بتحبها بقى. ما ترد. أنا فعلاً كنت بحبها يا رحمة، بس خلاص بقى ما عادش ليه لازمة الكلام ده دلوقتي. عندك حق، ما عادش ليه لازمه، وانا مش هفتحك في الموضوع ده تاني، بس عايزه اقول لك حاجه واحده، دي مش نهايه العالم، لازم تحب تاني وتتجوز وتعمل اسره، وبعد الجواز ان شاء الله الحب هيجي حبيبي، بس لازم تعمل حياه. ربنا يقدم بقى اللي فيه الخير يا رحمه. ان شاء الله. اتفضل. ايه ده؟ جواب حب ولا ايه؟ حاجة زي كده. فزورة بقى. شوف. ايه ده يا مديحة؟ توكيل. ليه كده بس يا حبيبتي؟ انت عارف ان انا مش عايزة ادخل المجموعة دي بعد ما بابا سوا، وبعدين مش هفضل كل شوية اتعبك علشان موضوع الاوراق اللي بتتمضي دي، وبعدين انا عندي مين في الدنيا اعتمد عليه غيرك؟ ولا انت رأيك ايه؟ رأيي ان انت مراتي وحبيبتي كل حاجة حلوة في حياتي.
طب ما تقول الماجد يطلب حقه في ذهب ومجوهرات امه، دي امهم ومن حقهم يورثوا فيها. ماجد حاول مره يفتح معاه الكلام ده بهدله، مش هيقدر يتكلم في الموضوع ده خالص. لا يا حبيبتي، ده حقكم والحق مفيهوش كسوف، انتي تقفي كده تسخنيه وتنحرريه وتخليه يطلب حقه. مش هو ده الحل خالص يا ماما، ماجد مش هيقدر يتكلم معاه خالص. مالك يا بنتي كل شويه ماسكه دماغك كده؟ بعد اذنك يا ماما. مالها دي بس، مالها دي؟ انت ناوي تقعد من غير شغل يا ابراهيم؟ شغل ايه يا عبد الله؟ لا لا مش عايز اشتغل. بالذمه ده كلام يقوله ابراهيم الطيب؟ انت راجل بصحتك تقدر تشتغل وتكسب اكتر من الاول كمان. انا تعبان يا عبد الله، مش عارف افكر حتى اشتغل ايه. بس انا عايز اقعد لوحدي شويه وارتاح. عموما رحمه بتنظف لك المضيفه وبترتب لك وتفرش لك اوضه ملوك يا عم. ملوكي ايه؟ روق كده يا راجل قوم تعالى معايا. على فين؟ هوريك بعينك ومش مهم الشاي.